تقريبا الساعه البارح الساعه 11 بالليل تعرضنا للغصف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقتهم. غصف مضخ مياه بالتلهيش مياه شرب، فتعرض لاضرار مثل انت شايف في محركات، المهم يغارب المحركه تقريبا تغارب حقها 20,000 دولار تقريبا المحركه، بالاضافه لخطوط المياه الموجوده ضمن المضخه تقطعت الخطوط. المضخه هذه طبعا العام الماضي صلحوها الجهات المعنيه، نشكر الجهات المعنيه عين عيسى والرقه بالترق محافظه الترق، هم صلحوها. العام كانت القرى كلها مقطوعه من المياه، ما عندهم شرب خالص. المضخه تغذي تقريبا من 45 الى 50 غريب. هاي عليك حبيبي.